المشاهد الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من الحكيم. وحقيقة يمكن هذه الحلقة نأتي بأحزان عميقة لرحيل قيثارة الفن السوداني، واحد من الأهرامات. أنا بفتكر أنه هرم من أهرامات الثقافة واللباقة والدبلوماسية العالية. صوت شجي غنى للوطن وغنى للجمال، كان رجلا دبلوماسيا فصيحا، واحد من الأفذاذ أنجبتهم الأغنية السودانية. رحل الموسيقار الدكتور عبد الكريم الكابلي، نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له ويجعل الجنة مأواه، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويمكن تعازينا لأنه عبد الكريم الكابلي هو يمثل كل الشعب السوداني، إذا التعازي موصول لكل الشعب السوداني في وفاة الدكتور عبد الكريم الكابلي، له الرحمة والمغفرة، وربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه شآبي بالرحمة ويجعله في جنات العلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يمكن الفترة اللي فاتت زيادة غير مسبوقة، ما في السودان بس، في كل العالم زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وكورونا يعني هسي يمكن عامين انقضوا لا زال فيروس كورونا موجود بيناتنا. يمكن هدأت بعض الشيء، مرينا بالموجة الأولى والموجة الثانية والموجة الثالثة، والآن نحن في الموجة الرابعة ومتحور جديد. إميكرون يمكن شغل كل العالم، والعالم كله يتحدث عن هذه السلالة الجديدة المتحورة ونسبة الإصابات المرتفعة، وفي السودان أيضا نسبة إصابات مرتفعة، أعراض وعلامات كثيرة جدا جدا. ناس كتار يقول لك والله دي ملاريا، لكن فحصهم ما لقيت ملاريا، أعراض مختلفة تماما عن الأعراض القديمة. الناس أصلا زي ما بيقولوا عرفتها عن الكورونا، تفاصيل كثيرة جدا، وعن التضعيم ومآلاته ومشاكله، والناس ناس كتار جدا جدا يعني بيتحدثوا عن التضعيم وكأنه يعني زي ما بيقولوا يعني سلاح يوجه إلى البشرية ضد البشرية. تفاصيل كثيرة، يمكن تكلمنا عن الكورونا كثيرا، ولكن هذه المرة حنتحدث عنها بشكل آخر مختلف، وحنسمع الأسئلة والاستفسارات إذا كانت عبر الهاتف أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي حتظهر قدامكم على الشاشة أيضا. أنا سعيد جدا أنه يكون معنا في هذه الحلقة أخونا صديق البرنامج دكتور محمد صالح، مستشار الجهاز التنفسي بمستشفى الشعب التعليمي. دكتور محمد صالح، حبابك عشرة، وأنت أحد الحاذبين على التثقيف فيما يختص بالكورونا منذ بداية الجائحة، ويمكن تسجيلاتك الصوتية وكتاباتك على صفحات الواتساب والفيسبوك كثيرة، ويمكن حديثنا كان كثير جدا برضو في عبر برنامج الحكيم. حبابك عشرة، ونيابة عن أسرة البرنامج بنحييك. مرحب بك ومرحب بالإخوة المشاهدين، إن شاء الله نقدم ما يفيد بإذن الله تعالى، ربنا يحفظ العباد والبلاد إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وأنت عزيزي المشاهد يمكنكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا على رقم البرنامج هيظهر قدامكم على الشاشة، ودائما نتمنى أنه نقدم المفيد، ودائما يمكن على اليوتيوب قناة الهلال عندها يعني في قناة على اليوتيوب كل الحلقات اللي يمكن الشخص ما تابعه وكذا، بتلقوا هذه الحلقات على صفحة قناة الهلال على اليوتيوب برنامج الحكيم. حبابكم عشرة، ومرحبا بأسئلتكم واستفساركم. طيب دكتور عم صالح، الآن الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومتحور جديد إميكرون، وقباله كان متحور دلتا، شنو يعني متحور؟ نعم طبعا الفيروسات معروف عنها انها بتختلف من الكائنات الممرضة الثانية، بتختلف من البكتيريا انها بتغير طبيعتها كل فترة والتالي بتغير تركيبتها. يعني مثلا بكتيريا الدرن، مما قلنا هي بكتيريا الدرن اربع انواع، والله الحيوان الاول اللي بيعمل الملاريا هو البلازموديوم، مما قلنا برضو اربع انواع بيعمل البلازموديوم. لكن الفيروسات تركيبتها الكيميائيه نقدر نقول عليها خفيفه، وهي في الحقيقه ما كائن حي بالشكل المفهوم، مجموعه بتاعت احماض اتجمعت مع بعض فكونت حاجه شبه كائن حي.
فكل ما يظهر تطعيم ضده أو المناعة بتاعت الإنسانية تبقى شوية تقدر عليه بيقوم بغير طبيعته، كلمة يتحور يعني غير طبيعته. يعني نفس الليلة يددي إذا فيها خمسة أصابع، أنا إذا داير إذا حفظت يددي بالخمسة أصابع إذا داير أخادعك بقوم بحذف أصبع من دل أو أصبع من دل، تقوم تظهر لك بثلاث أصابع كده ما تعرفني. فالشيء اللي حصل إنه المتحور الفرق بين متحور دلتا والمتحور الأخير ده، والشيء المزعج فيه إنه البروتين الأساسي المكون اسمه بروتين سبايك، بدل ما كان بيكون طفرة وطفرتين مثلا الكوفيد الأول منه ومن دلتا كان فيه طفرة أو طفرتين أو ثلاثة، الآن أكثر من 10 أو 20 طفرة في قفزة واحدة. يعني نقدر نقول إنه ده الشيء اللي بيخلي الناس متخوفين من الـ من الـ من المتحور الجديد. فكلمة متحور معناتها تغيير في الطبيعة الكيميائية لمراوغة جهاز المناعة، إذا صح التعبير يعني تضليل لجهاز المناعة. نعم بالضبط كده. يعني إذا في مجرم كل مرة البوليس عرفه بعد شوية حيجيك مغطي نفسه بشال كده مغطي عيونه كده لابس نظارة سوداء عشان أنت ما تعرفه. لو في طريقة يحذف عينه يظهر بعين واحدة يعني كده، فهو كل مرة بتحصل حذف كده في مواقع معينه من الفيروس عشان جهاز المناعه ما يتعرف عليه. طيب دكتور احمد صالح، يمكن منظمه الصحه العالميه يمكن اوميكرون تم اكتشافه في جنوب افريقيا، والحديث عنه لحد الان يعني يمكن لا زالت هنالك علامات استفهام كثيره جدا. يمكن اخر تصريح لمنظمه الصحه العالميه بتتحدث عن انه اوميكرون او المتحور الجديد هو اكثر انتشارا، لكن عن الامراضيه والاعراض والعلامات شنو جديد؟ نعم الـ طبعا زي ما قلت لا زال الوقت مبكر للحكم على كثير من الاشياء في المتحور، لكن الحاجتين الثابتات حول المتحور الجديد انه اكثر انتشارا وانه الطفرات فيه اكثر. دي الحاجتين الاساسيه الثابتات، يعني ده اللي بيخلي الناس مزعجين انه الابحاث ما اكتملت. يعني منظمه الصحه العالميه بتوعد انه في خلال اسبوعين او ثلاثه تظهر صوره كامله او شيء فيه كامله، لكن الثابت انه انتشاره اكثر والثابت انه فيه طفراته اكثر. لكن حتى الان المعلومات القديمه حول التطعيم لا زالت ساريه، ده الشيء الكويس. يعني انه حتى الاصيبوا بالمتحور الجديد اوميكرون ده وهم مطعمين ما اضطروا لدخول المستشفى، ما وصلوا مرحله نقص الاكسجين في الدم او الهايبوكسيا، ما اضطروا للدخول في المرحله الثالثه والرابعه المرحله الخطره. يعني حتى ايفن بعد ما ظهر المتحور الجديد لا زال التطعيم لحد الان ساري وفعال. الآن فعال ولحد الآن بيجنبك دخول المستشفى، بيجنبك التنفس الصناعي، بيجنبك العناية المكثفة. طيب أنا جايك في موضوع التطعيم. الآن في أشخاص كتار جدا بيجوك بأعراض مختلفة عن أعراض الجهاز التنفسي، كانت سابقا الناس كلها حافظاها إنه عنده وجع حليق، عنده قحة، عنده حرارة مرتفعة. هل الأعراض والعلامات الآن في فيروس كورونا اختلفت مع 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 الهجمات الجديدة والتحورات الجديدة ويمكن الويفز أو يعني الموجة الأولى والموجة الثانية والآن نحن في الموجة الرابعة، هل اختلفت الأعراض والعلامات؟ نعم جدا والله يا أخي اختلفت بصراحة، لأنه الأعراض التنفسية هي قلت، هي موجودة لكن يا إما الإنسان بقى ما بيجيبها من البداية، بيجيبها للأسف بعد ما يخش المرحلة الثالثة والرابعة. الآن الكورونا ممكن تجيك بس بطمام في البطن وشوية صداع، ممكن تجيك بفتور. الشباب وأطفال المدارس ودي أخطر حاجة في الموضوع، ممكن تجيهم بدون أعراض خالص، يعني الشاب ده ما بيكون ماشي وبيلعب وبيناي، يعني الا بعد فتره كده لو اخذ يكون بمرلبه جمكوشه ولا حته كده رائحتها ما طيبه يقوم يفتكي ينتبه انه والله بقى ما بشيم. الفتره دي يكون الطفل او الشاب عاده امه وحبوبته وجده وكبار السن. الكورونا برضه بتجي باعراض شبيهه بالتايفود، ممكن تجي باسهال، ممكن تجي بحاجه بنسميها اكيوت ابدومين او التهاب البطن او الم البطن الحاد. يعني في ناس جاتهم بالتهاب في المراره، في ناس جاتهم بالتهاب في البنكرياس، في ناس جاتهم بالتهاب بجلطه في الاورده العميقه بتاعت الرجل، يعني من الاول ممكن تجيك بالمضاعفات. فانا بوصي الشعب السوداني عبر قناه الهلال، اي طبيب قال لك انا اشتبهت انك كورونا تقول لي يا اخي احنا ما بنعرف الكورونا ودي ما اعراضها وما تستبعدها. والاغرب من كده حتى اللي بتجيهم باعراض تنفسيه دكتور وليد، عندنا ناس طور الانكار ده عندنا في اي حاجه، تقول لك يا اخي والله يا اخي انا لكن ما دي نزله والتهاب ساي. طيب يبرر اللي يروحه دي الكورونا ما نزله والتهاب لكن اللي بيعرف منو نزله الالتهاب من نزله الكورونا ما هو الطبيب. يعني فنحن للاسف يعني الواحد حتى عفوا بس انا اخش في النقطه دي عشان مهمه،
طول الانكار ده يعني حتى في السكري تقول لزول ابوك ده عنده سكري يقول لك يا اخي والله هو ما عنده لما السكري اللي بيدخله في كوما ده. طيب انت تنتظر لما يصل مرحله الكوما او تقول له والله يا اخي ولدك ده عنده ازمه يقول لك والله يا اخي صح انا مصدقك يا دكتور لكن ما الازمه اللي بتحتاج شديده واكسجين. طيب ما ده الوقت اللي بتعالج فيه يعني انا انتظر لما تقع يبقى احنا في الكورونا ويقول لك يا اخي احنا ما قاعد نوقف في الشوارع زي الدول دي برضه دايرين ننتظر لحد ما نصل مرحله الكوارث اي وده للاسف يعني الشيء الحاصل. طيب يعني خلينا نسمع يونس من النهود. افتح لنا التلفونات يا بوشامه شامه مخرجنا الجميل افتح لنا التلفونات نسمع اول حاجه يونس من النهود. يونس السلام عليك يا استاذ يا جمعه سعيده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجمعتك اسعد وتحياتنا لاهلنا في النهود يا يونس صديق البرنامج. يا دكتور وليد سؤال كبير جدا جدا بين قوسين نعم. وين وزاره الصحه يا وليد؟ احنا في السودان هنا في وزاره الصحه في السودان هنا السودان هو وزاره الصحه. السؤال السؤال شنو يا يونس كده قول لي بالراحه يونس يونس دكتور وليد نعم. اذا كان في وزاره الصحه احنا زي ما ناصر حنك بضبط الناس المخالفات لا الاستفين جاء سايد بدون رخصه احنا الكمامه يفعلوها صح. اي زول ما لابس كمامه يعملوا غرامه معينه الناس يدفعوها ده الحل بس. لكن احنا السودان اذا كان قالوا في دفن عام الناس ما عندهم طريقه الظروف الاقتصاديه المعروفه ما عندنا اي حل. نزيد على ذلك الناس في المؤسسات الموظفين يا دكتور وليد كسلانين جدا جدا صح. بامكانهم انهم العجله تنصاري مشهور في دقيقه يخشوا بجاي ويمرقوا بجاي. زيد على ذلك تشغيل المكيفات يعني تلقى في المؤسسات الرغم انه في بلد بيكون مشغلين المكيفات. وزيد على ذلك الائمه والدعاء في المنازل يوروا الناس يعني احنا المنازل الجمعه دي ليش يستفيدوا منها؟ نعم. ومن ضمن الكليات الخمسه المحافظه على النفس صحيح. ما يحاولوا يضبطوا الناس يقولوا ده كلام سياسي وده كلام سياسي. وبالنسبه للناس مع القبائل والناس جميع اي ذو القدوه لازم يوصل الكلام. والسؤال للدكتور محمد صالح الدكاتره يعني احنا يعني من الولايات هنا الناس مش الخرطوم وبعد الدكاتره بكون خايفين يعني من الكورونا. لان عارف وزاره الصحه تحمي الدكاتره كيف يعني يا دكتور وليد. ودكتور وليد داير دكتور عمرو ده ما عرف تديني رقم ولا تديني رقم انت داير انه ضروري والله عندنا معاه برنامج. ما في مشكله خدت لي تليفونك تحت يا يونس في الليل انا برجع لك ان شاء الله. حبابك 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 عشره. طيب يمكن يونس فتح يعني زي ما بقولوا فتح نار في الحقيقه هو لا هو هو فتح الجرح نعم اللي هو احنا ما قادرين عليه نعم. ماسي مما بدأ الكورونا دي احنا ما قادرين نطبق تطبيقات صحيحه، ما قادرين نفرض هيبه الدوله بطريقه صحيحه، ما قادرين نحمي لانه الكورونا قضيه امن دوله في كل العالم الا في السودان. بالضبط كده. تفضل. طبعا نشكر الاخ يونس هو زي ما قلت قبل كده دكتور وليد الليله اذا انا عييت او زوجتي عييت او اطفالي انا مسؤول اعالجهم صح. لكن اذا في وباء عام في علم الوبائيات عندنا حاجه اسمها governmental commitment مسؤوليه الدوله. الدولة لازم تطلع بمسؤولياتها في الأمراض الوبائية والأمراض المستوطنة. ده ما مرض بيصيب نفر ولا نفرين. ده مرض بيصيب يبقى الدولة تحمي الأطباء توفر لهم أدوات الحماية كلها وتدربهم وتوفر لهم حوافز مجزية لأنه زي ممكن يموت في الحياة دي مؤكدة في مراكز العزل. بعد ذاك صراحة الإغلاق اللي هو اخونا يونس طوالي خش في الحلول يمكن كنا نجيب في نهايه الحلقه لكن نعم. الاغلاق التام طبعا في السودان مصنف في منظمه الصحه العالميه من ضمن الدول التي بيقولوا الدول التي تحتاج للغذاء اليومي يعني رزق اليوم باليوم بالترجمه كده يعني فما في طريقه اغلاق شامل افتكر في السودان لكن على الاقل فرض الكمامه في الشارع العام واللي ما لابس كمامه يدفع من هون يتحبس 24 ساعه تعوقوا في اكل عيش وزاد عشان ثاني ما يعمل كده. بعد ذاك ممكن نغلق اماكن التجمعات القاعده صح تقدس الموظفين تقدس المواطنين في محلات الجوازات في محلات العين تدخلنا طوال للمدارس والجامعات دي طبعا اذا زمن البرنامج بيسمح يعني نشرح الكيفيه بتاعت الياسي بيقول لك في مدرسه كامله في الكلاك لظهر فيها ليه في حته كده المدرسه يا اخواننا دقيقه ممكن انا بس خليني عشان اسمع عبد الرحيم ده عبد الرحيم ده مصاب بكورونا اظنه عبد الرحيم من الجزيره اللعوته عليك يا استاذ وليد عليكم السلام حبابك يا عبد الرحيم وحباب اهلنا في الجزيره كيف حالك يا اخي جزاك الله خير بارك الله فيك يا اخي حبابك عشان برنامجكم ده الله يخليك تفضل يا عبد الرحيم يا اخي انا والله اصبت بكورونا يمكن يعني لين شهر نعم وبعدين اول حاجه في الاسبوع الاول والثاني بمشي المستشفى ملاريا تايفوس اخر حاجه كنت مشيت الخرطوم وعملت صورة مقطعية والاخصائي قال لي طبعا في ناين كوفنتين طبعا نعم اها المهم ادوني العلاج يا اخي
وكان يعني ما حاول حاجة ما في. الأعراض شنو كانت يا عبد الرحيم؟ الأعراض أول حاجة والله ثم وجع راس وعدم أكل في الشهية ما في. تمام. 15 يوم دي. خلاص؟ بعد المهم لما بايت تاني وفراش ما في وحاول أفرش ما في بس بشرب دواعي. تمام. قمت طلع مشيت بعد دقيقة جيت أخذت هين بقت عندي سخانة بتاعت بول يعني ما 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 مريحة شديدة. وسع عندي وجع في اليد اليسرى دي يعني. هسه لك شهر أنت يا عبد الرحيم؟ نعم. لك شهر مما جاتك الكورونا دي؟ لا انا عرفتها لما عرفتها اللي هي 17 يوم مما اكدتها في المستشفى في المستشفى الاطباء. لا انا قصدي مما بدت معك الاعراض. هاي لك شهر. لك شهر. عمرك كم سنه عبد الرحيم؟ 63 65. اطعمت؟ لا ما اطعمت. و يعني ما التطعيم مالك بيته اول حاجه كده قبل محمد صالح. ما جانا ما جانا هنا ما جانا في منطقتنا هنا ما جانا يعني كان ما جانا. ما جاكم في اللعوتة؟ في اللعوت ولا في الربع جاء لكن كان بسيط يعني جات الكمية بسيطة. جات بسيطة وانتهت. اي والله. سؤال لأخواننا في وزارة الصحة. اي. موجهين. طيب تفضل يا محمد صالح. يجاوبك دكتور محمد صالح. اي طبعا أي. هو عبد الرحيم انت تعافيت مش كده؟ ولا؟ اي تعافيت الحمد لله لكن قلت لك عندي اليد يدي الشمال دي فيها وجع شوية ما بتجمع كليا. ايوه جدا في أسف بتتعاطى اي ادويه بعد التعافي؟ أيوة. بعد التعافي هاي متعافي الحمد لله. في ادويه بتتعاطى اي ادويه الدوك ادويه هاي ادوني فيتامينات دي فيتامين سي فيتامينات دي كلها غير الفيتامينات ما ادوني حاجه ادوني حبوب حبوب كده طيب ببرد السخان يعني. شكرا شكرا. طيب يا شكرا. طيب اخونا عبد الرحيم طبعا يا وليد جانا في الجرح ده الكلام اللي قاعدين نقوله كلامك بدينا بيه كلامنا ايوه اللي هو الانسان بيجي حمى يمشي مركز صحي طرفي كده مطرف معلش يعني فحوصاته ما كويسه يقول لي ملاريا ياخذ لاسبوعين ثاني يمشي يفحص ثاني يقول لي تايفوت. نعم. ياخذ لاسبوعين ثاني يقول لي التهاب بول الوقت ده الفيروس يكون وصل الجهاز التنفسي وانتشر وعمل المتلازمه التنفسيه الحاده وبعد ذاك يظهر بالمقطعيه وما يعرف يخش وين يلقى سرير ولا ما يلقى سرير. الحمد لله اخونا عبد الرحيم رغم انه ما مطعم لكن ربنا مرقه فده الكلام اللي بنقوله اوصت به منظمه الصحه العالميه حرفيا قالت بالحرف في البلدان التي تعتبر فيها الملاريا مرض مستوطن اذا جاتك اعراض ملاريا افحص ملاريا وكورونا الاثنين سوا اذا جاتك اعراض كورونا افحص كورونا وملاريا الاثنين مع بعض لانه الاثنين بيتداخلوا في الاعراض والكورونا اصلا مزيج من اعراض الملاريا واعراض النزله مع بعض ممكن تجيك اعراض ملاريا بدون نزله وتكون هي الكورونا بعد ذاك الاعراض اللي بحسها بها غالبا عندنا متلازم اسمه متلازمه ما بعد التعافي او متلازمه ما بعد الكورونا أنا أفتكر إنه لو عنده ألم في واحد من الأطراف يمشي يفحص صورة مقطعية أو أشعة ملونة اللي بسميها دوبلر للأطراف اليدين والرجلين لأنه مرات بتيجي جلطة في أماكن غير معهودة في الرجلين في القدمين أو في الرئة دي من المتلازمة ما بعد الكورونا حتى في ناس بندون حبوب سيولة 6 شهور بعد التعافي يعني أو 3 شهور بعد التعافي يكون بياخد في حبوب سيولة يعني طبعا بتطلع لكن شوية عندها أثار في الجسم كده بتكون مستمرة يعني فننصح انه ياخذ حبوب سيوله كده مده يقابل اختصاصي يشوف الحاصل شنو في يده دي باليد يعمل له دوبلر وكده يعمل له فحوصات بالتاكد صح يعملون له اوريت الاقدام واليدين وفي كل الاحوال ياخذ حبوب سيوله بغايه لمده 6 شهور طيب انا هحول لك السؤال ده هو يعني سؤال من اخونا دكتور سامي الخطيب قال دكتور وليد كيف حالك عندنا مشكله حقيقيه في تقرير كورونا الصادر من وزاره الصحه يتمثل في الاتي ويا ريت اخواننا في وزاره الصحه لو بيتابعونا يجاوبونا على السؤال ده لأنه ده سؤال مهم أولا الوفيات الأرقام غير صحيحة بسبب أن المستشفيات تقرير الوفاة عندها لحالات وفاة مصابين كورونا غير صحيحة مضاعفات كوفيد جلطة رئوية هبوط حاد في الدورة الدموية فشل في وظائف الكلى وهكذا ثانيا يعني شنو أعداد حالات الاشتباه دي يعني شنو هل هم مخالطين لحالات إيجابية ولا هم عليهم أعراض مشابهة لكوفيد ولو جريت لهم فحوصات وانتظار النتائج العالم كله تخلى عن موضوع اشتباه ده وبقى يتكلم عن المؤكد والشفاء منه ثالثا كثرت المعامل اللي بتفحص وبتصدر النتائج بصورة داخلية بدون أي سيستم مركزي يجمع داتا لكل الفحوصات اللي أجريت في السودان يوميا في مشكلة حقيقية وكارثية عايزك تعلق على كلامه والله كلام مهم جدا طبعا قصتين الوفيات غير دقيقه دي مؤكد طبعا واثبتتها دراسه اجرتها الكليه البريطانيه ايوه سببين هما الكليه الملكيه البريطانيه اثبتت بالبحث العلمي عملوا بحث عدل انه لقوا 2% فقط من حالات ووفيات الكورونا هي اللي بتسجل يعني 98% ما بتسجل وانا اصدق التقرير ده تماما
لانه السبب الاول قبل ما نجي لوزاره الصحه انه الناس بتدس المرض. والله ابونا ما مات بكورونا، والله حاشاه وكان عيب. واحده بتقول حاشاه، يعني حاشاه شنو مرض؟ ما هو مرض الله. لا وكان عيب، اي ما كان عيب، يعني حاشاه ليه؟ حاشاه ما مرض، فيروس حايم في الجو. فالناس بتدس المرض. بعد ذاك صراحه النظام الصحي في السودان ودول العالم الثالث كلها منهار، بالتالي نظام الاحصائي منهار، الاحصاء الطبي منهار، الكلام ده بنقوله مسؤولين عنه تماما. كثره المعامل، انا اكثر كلمه لفتتني في كلام اخونا الدكتور سامي ده كثره المعامل خارج النظام الصحي دي. يعني في اي زاويه هنا في طرف الصحافه في مبدأ تلقى في زول كاتب في المستشفى كده نافذه فحص كورونا للمسافرين والبتاع في 24 ساعه نتيجه، بعد شويه يقول له الان اطلع طوالي بعد ساعه. اي بالضبط كده، ما في لها رقيب لا حسيب، كانه في شهادات مضروبه. في اول حته المفروض تراجع، وزي ما المؤسسات الصحيه الخاصه بتطارد الاطباء في عياداتهم، جيب شهاداتك جيب هنا، المعامل دي نشوفها شوف زادوا بيفحص بيها هو وزير ما في على الفحص. هو وزير ما في نسمع مصطفى. نعم. مصطفى ادريس، مصطفى ادريس من الجزيره اللعوته. نعم مصطفى ازيك؟ السلام عليكم حبابك يا مصطفى. الله يعطيك العافيه ان شاء الله، ربنا يواليك بالعافيه. تحت الهواء قالوا لي عندك كورونا انت. اي الحمد لله عندي كورونا والله، قبل اسبوع. الله يكرمك. احكي لنا قصتك. الحمد لله قبل كمان يوم كنت في مستشفى الشام، قبل كمان يوم كنت في مستشفى الشام، فمشيت المختبر بتاع العالم بتاع التركي ده في حصه اخذ لي كورونا. فجيت الحمد لله كنت راجع البيت وحجزت المسكين، لكن ما عندي الا فيتامين سي وفيتامين زي، فما اعرف كم الاصابات الثانيه اللي يكون. بس حالتك كيف انت؟ نعم حالتك كيف يا مصطفى؟ الحمد لله حاله كويسه جدا جدا الحمد لله. لو اسبوع تفضل. فيتامين سي ودي وديل الصرف لك منو يا مصطفى؟ والله شرفته لحالي براك. يلا اخواننا دي المشكله الكبيره جدا. نحن بالاول بنخاف من فحص الكورونا، ما بنفحصه، بنحاول نكذب الشيء نقول ما عندنا. بعد ما تظهر لنا بنبسط الموضوع، تمشي الصيدليه تشيل فيتامين سي ودي، القصه ما بالبساطه دي. طيب يعمل شنو؟ يمشي لطبيب يصنفه. الكورونا عندها أربعة او خمسه مراحل، في مرحله خفيفه. فحصت وعندك كورونا؟ بعد ما فحصت يا مصطفى، شكرا لك. شكرا يا مصطفى، رسالتك وصلت. هاي بس عشان نجاوب للفائده العامه، يعني مش نحن دايرين نحاكم مصطفى او غيره. هاي نحن الانسان يا اخواننا بعد ما يتشخص كورونا، كورونا عندها خمسه مراحل، في خفيفه وفي متوسطه وفي متوسطه معها عامل، اسي مؤخرا بيجوا يقولوا حاله متوسطه معها عامل خطوره مودريت ويز ريسك فاكتور، وفي مودريت ويز نو ريسك فاكتور، يعني في زول حالته متوسطه لكن عنده عوامل خطوره، عنده معاه ضغط، معاه سكري، معاه قلب، وزنه ثقيل، عنده مرض اصلا قديم في الرئه او في القلب، او عمره اكثر من 65، او عنده سبب بينقص المناعه. دي الكورونا المتوسطه مع عامل خطوره. بعد ذاك في الكورونا الخطره وفي الكورونا الحرجه. فانت اول ما جاتك كورونا القصه ما بالبساطه دي، تمشي تاخذ لك فيتامين سي ولا دي من الصيدليه وتجي، لازم تمشي للطبيب وتتصنف، تتعرف يا تو واحد من الاعراض الخمسه من المراحل الخمسه دي، لانه اي واحده علاجها براه. المرحله الخفيفه حتى الفيتامينات دي لفتره معينه وبتجي تتابع، ممكن من المرحله الاولى تنتقل للمرحله الثانيه ويز نو تايم، تكون ما عندك نقص اكسجين وفجاه تخش في نقص اكسجين، يعني الفتره اللي انت تكون تتحرك فيها وتفتش لك سر العنايه مكثفه وما تلقى لغايه ما مريضك يموت في الاسعاف. ده الشيء اللي بيحصل الان يوميا لمئات الناس في الخرطوم، بسبب انه الواحد بيمشي بيقول لك يا حتى لو كورونا شنو، يعني ما فيتامين سي ودي عندنا تبسيط مخل كده يا دكتور وليد للاشياء، يعني كورونا شنو، يعني افرض كورونا ما فيتامين سي ودي، تنوم في البيت وتشرب كركديه. الموضوع ما بالبساطه دي. الحايل بيتكلموا عنها نازي دي الكورونا المرحله الاولى، في بعدها اربع مراحل، متوسطه مع عامل خطوره، في عنيفه، وفي مرحله حرجه. انت ما عارف نفسك بتنتقل من ياتو مرحله لياتو مرحله، دي بيعرف الطبيب لما يكشف عليك، شوف عندك عوامل خطوره بتخليك تصل للمرحله الخطره ولا ما في. اللي هي شو عوامل الخطوره عشان نوضح للناس؟ عوامل الخطوره اول شيء العمر يكون اكثر من 65 سنه، ثاني شيء اي مرض مزمن زي الضغط والسكر والأزمة أو أي مرض في الرئة والتدخين والسمنة المفرطة وأي مرض بنزل المناعة أو أي سبب بنزل المناعة، إذا كنت بتاخد كورتيزول لأي سبب، كنت ناقل أعضاء، عندك روماتيزم بتاخد كورتيزول أو مثبطات المناعة. فإذا أنت حتى إذا جاتك الكورونا الخفيفة لكن عندك واحدة من الأمراض دي، طوالي بنصنفك في المرحلة المتوسطة with high risk. عندك مرحلة متوسطة لكن ماشي على المرحلة الخطرة، ما بتتعامل زي الزول العادي
بيتعامل بالحجر المنزلي وبس، يعني لازم يكون في متابعات، علاجاتك بتختلف. لكن السؤال يا دكتور محمد صالح قبل ما امشي لفايزه هي على الخط معانا، السؤال اللي بيفرض نفسه، في زول بيجيه من غير اعراض تنفسيه اول ما بدت معه، وهل ممكن تتغير هذه الاعراض وتشمل الجهاز التنفسي بعد ما بدت معاه بس بصداع واسهال وحمى؟ ممكن، وحصلت كثير جدا. وزي ما هسه ما جانا في التليفون هنا الزول بدا له بوجع راس، اخونا كان من اللعوته ده مش كده، بعد شويه ما ظهرت الا في الاشعه المقطعيه. الكورونا دي يا دكتور ظهرت لناس بيجروا في الميدان قبل كده، اتحاد الكوره ده عمل فحص للاعبين، ظهروا وازن 4 في الهلال و6 في المريخ و2 في نادي توتي، 10 ديل جايين في الميدان يلعبوا يبرتوا، ما ظهر لهم اي اعراض. في واحد منهم بعد ذاك دخل في طوال في ضائقه تنفسيه. كميه من الناس، يعني انت ما في اي ضمانات، الكورونا دي بتنتقل مباغت. شفتها انا دائما بشبهها هجمه مرتده فريق الكوره. اول شيء انت بتطور تطعيماتك ولقاحاتك، هي بتتحور بتطور. نعم. انت جبت فيها جون هي بتجيب هدف التعادل وبتجيب هدف الترجيح، انت ثاني بتتطور، فما عندها ضمانات. عندها اذا بمصطلحات الكوره عاوزين نقول عندها التهديف المباغت، ممكن المخدرات كده يجي يضيق تنفس، يبقى في مرحلة الإسعاف وما لاقين سرير. دي المرحلة اللي ما دارين آبان وأمهاتنا كبار السن في البيت يصلوا لها يا أخوان. طيب نسمع فايزة بس لو أمكن. فايزة من شرق النيل. فايزة زيك. السلام عليكم. حبابك يا فايزة. كيف يا دكتور وليد؟ نحن بخير والله الحمد لله، كيف أخباركم أنتم؟ إن شاء الله طيبين. والله تمام، ربنا يديك العافية يا دكتور وليد. آمين آمين يا رب، وديك دائما الصحة والعافية. تفضلي يا فايزة. إن شاء الله يا دكتور وليد، بالذات أنتم الدكاترة دائما معرضين للإصابات. ربنا يحفظكم ان شاء الله. امين يا رب. امين. دعواتك ان شاء الله ربنا يوقيكم من كل شر مرض. تمام، اتفضلي يا فايزه. يا دكتور وليد انا دارس انا وش بتكلم، طبعا ليه الموضوع عن الكورونا. نعم. يعني نحن طبعاً في حدتنا في ناس اتطعموا وفي ناس بعد الناس ما اتطعموا، قالوا ده بيسبب امراض. قلت لهم يا جماعه انا شفت نفسه ما بسبب، حتى لو في أعراض يكون في حاجات خفيفة يعني. نعم. أصلاً دي بيجيب التطعيم، لكن الناس متخوفة من التطعيم ده، لكن أنا بجيب في البيت الطعم والله العظيم. ممتاز. الطعم. أي طعم والله، ما جات أي أعراض. وأنا ما طعمت بصراحة كده. وأنت خفتي؟ ما عندي. أنا ما طعمت. أها. ليه ما طعمتي يا فايزة؟ والله قولي بصراحة. بصراحه كده ثاني يوم كان عندنا الدكتور ده ولدي بتاع دش، وعشان قال دعنا الحمى، قلت امشي تجيني حمى وتجيبني لي السرير وما اهو. كان جاتك الكورونا. لكن كان جاتك الكورونا ولدك ده ما بيفقدك يا اخي، الطعم عشان تعيشي لاولادك ذاتهم يعني. والله فعلا والله انا زمان يا دكتور ولدي قلت الحمد لله ما عندنا زل عنده كورونا، ده جابنا حنا كورونا في حلتنا، لكن ان شاء الله انا بمشي. لكن يا دكتور وليد المفروض اذا الصحه تفرض على المؤسسات، اي زول ما لابس كمامه ما يخش الليل. متفق طبعا معك. الطلبه برضه المفروض يفرضوا عليهم، المؤسسات والمدارس المفروض يفرضوا، عشان شنو؟ نحن كده بنكون قللنا من الكورونا ما تنتشر. يا دكتور وليد. صح كلامك، اتفق معك تماما. الدوله لازم تعتني ب زي ما بيقولوا بالناس الناس الموجودين فيها. يعني صحتهم هي 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 اساس للتقدم، وصحتهم يعني كمامات. يعني شنو جبت لك شحنه كامله بتاعت كمامات وزعتها مجانا، بدل ما بتجيب لك في حاجات ممكن تكون ما عندها اي اثر، بالعكس بتضر الناس انت كحكومه. كلامك صح يا فايزه. يا فايزه فايزه عندي لك سؤال. قول يا فايزه. اول شيء نحن ما الدوله يعني المرأة ممكن تطرحة وتضع تكمم كمامة على صح، الراجل ممكن شال بالشال، لكن المفترض حتى لو ما عندنا تعظيم الواحد يكون عنده صابونة في جيبه. صح. أقرب مكان يغسل يده بالصابون، كده نحن بنكون قلعنا إصابة الكورونا. وقعدة القهوة نخليها صح يا فايزة؟ تلحلة. بايتي الكلام للناس التانيين، يعني قعدات القهوة والازدحام والحياة دي نخليها صح يا فايزة؟ وشراب الشيشة صح. وأول قرار المفروض يطلع يوقفوا مراكز الشيشة دي كلها، لكن ما في لا ليس هنالك مسؤول يسمع. نحن بنتحرك دائما، هسه نحن لما نجي نشتري هدوم العيد بنشتريها يوم الوقفة، لكن قبل الوقفة ما بنمشي صح؟
أسي نفس الحكاية لو ما الكورونا دي كترت لها كمية من الناس والناس فتحت عيونها الدولة ما بتنتبه للموضوع ده. عندي مصيبتنا دائما في السودان. شكرا يا فايزة. يعني ربنا في سن براون يعني نحن دائما ما نتقع على الدولة يعني الواحد خاف على نفسه أول شيء. هاي ملاك ما في ناس ما جاهزين. خلي ناس عليك سؤال أنت قلت حلتنا ما فيها كورونا ولا زول قريب مننا مش كده؟ هاي طيب افرض في يعني المشكلة شنو اللي هي عملت استرز على الحتة دي أنا ما داير أمسك بغطي يعني افرض في يعني المشكلة شنو يعني معلش هذا الكلام مالك يا فايزة لكن عمرك بنوجه لكل الشعب السوداني الواحد يقول لك الكورونا دي في أهلنا ما في خالص احنا بنشكر الاخت فايزة شكرا شكرا لك يا فايزة لمست من مواضيع مهمه لكن لفت يعني يقول لك اهلنا ما عندهم كورونا هذول كانوا قال له عنده سكري ولا غيره كانوا يعني حاجه كده شبح كده فانا باكد لك انت زادك يا فايزة اهلكم جنبكم جيرانكم بيكون عندهم كورونا لكن داسينها ما في حله في السودان ما فيها كورونا ما في حي في الخرطوم ما في كورونا التطعيم الحمد لله انا واحد من الناس الوالدين 88 سنه و77 سنه والعمات والخالات قبل سنه الطعم وما جاتهم اي شيء حمى خفيفة في أول يوم ودي زادة ما جاتهم في بعض ما قلنا المرات الفاتت أربعة في كل مليون شخص في أربعة قد تجيهم جلطة الجلطة دي أخوانا ممكن تكون في الرجل وبتاخد لها حبوب سيولة عادية يعني ما قصاد إنك توقي نفسك من أربعة من مليون قصاد يعني أثر لا يذكر أي تطعيم عنده ناي كويس القصة ذكرت المهمة إنه الدولة مفروض تفرض على المؤسسات إنه ما أي زول ما أبرز كرت التطعيم ما يمشي شغله من حقك ماذا تطعم من حقك لكن ما من حقك تعاديني أنا المطعم وأنا أشيل أنقل لأبوي لأمي السعودية دي وكل الدول المحترمة عندها نظام في الموبايل اسمه توكلنا بتجي خاشي لو دار تأكل سندويشي طعمية في مطعم لو ما أبرزها الموبايل ده فيه بصمتك كده ده إنه أنت طعمت بتاريخ كده والجرعة التالي يوم كده لا عشان تخش تأكل في مطعم فما بالك مؤسسات الدولة فأنا أقترح إنه والله على الدولة إنه ده اقتراح وجيه جدا إنه الناس كلها في مؤسسات الدولة كذلك وزارة الصحة تبدأ لنا بناس هم زادوا الماء مطعمين دي للأسف في أطباء زادوا ما مطعمين فالناس تبدأ بوزارة الصحة ما في ذلك خش مؤسسات وزارة الصحة اللي يكون هو ذاته مطعم الموظفين في كل مؤسسات الدولة بعد ذلك قصة الصابونة دي والله أنا حقيقة أنا قبل كده يعني قلنا الواحد يكون شايل صابونة في جيبه اليمين وليمونة في يده الشمال في جيبه الشمال كل ما لقيت حتة غسل سلمت على زول مضطر أو تعاملت مع بنك معناه شيل غسل قال لي يقول عليك مجنون شال صابونه في جيبه جينا خير من الكورونا بعد ذاك في هيبة الدولة في محلات الشيشة وهنا طبعا صراحة دارين الناس يدعانوا في المرحلة دي يعني ما دار نتكلم عن انه لكن الناس كلهم يخطوا يدهم في بعض مدنيين وعسكريين قوات الشرطة على الصحة جزء جانب مدني وجانب عسكري نمنع محلات الشيشة نمنع التجمعات كلها بجميع أنواع يا أخوان نحن أي تجمع بالنسبة لي تجمع بصراحة الكلام ده ما عنده أي علاقة بالسياسة التجمع لو كان مليونية في شارع الأربعين لو كان تجمع في اعتصام في شارع الغصر لو كان تجمع في ميدان المولد النبوي الشريف لو كان في المدارس تجمع لو كان في الجامعات تجمع لو كان في المسجد في بيت الله تجمع السعوديين ده يا دكتور وليد في الطب نظام الصحة أحسن مننا وفي الدين احسن مننا قفلوا بيت الله الحرام المسجد الحرام ذاته شخصيا وبعد ما بتخشوا ثاني برضه الا بالتطبيق بتاع توكلنا ده فالقصه دي ما عندها اي خلفيه سياسيه احنا بندعو والله عبر قناه الهلال اغلاق المدارس والجامعات ومنع التجمعات نهائي المدرسه طبعا يا دكتور وليد قبيل بدينا فيها المدرسه لانه والجامعه لانه الزول بيتكلم بصوت عالي الرزاز بيسمي الجهد التنفسي اللي هو الهتاف والصياح ده يعني لما تكورك كده تقول يعني مثلا المصلين في الجامع لما نقول امين ده جهد تنفسي كله بيطلع الرزاز الطلبه في المدارس بيصيحوا بيطلعوا الرزاز فدي مناطق عائله الانتشار نحن بنعرف عشرات الائمه اصيبوا واحدين توفوا يعني وقبيل واحد من اخواننا من الاتصالات ناس المتصلين ذكرها يعني ائمه المساجد المفروض يكون عندهم دور في الوعي هم ذاتهم لو الحكومه قررت تغلق المساجد تغلقها ما في طريقة إغلال عليه إلا قال اتباعدوا في المصلى وأوعز المصلين دائما يطعموا في أئمة يتكلموا لك كأنما في معركة بين الطب والدين وكأنه الملاحدة دي داري يغفروا الجوامع بالنسبة لنا نطلع مصالح خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل خلينا نيجي نتكلم بالتفصيل عن التضعيم وتفاصيل التضعيم والإنكار بالنسبة للتضعيم ومشاكله نطلع فاصل مشاهد الكريم في كل مكان مرحب بكم مرة تانية ومرحب بكل الناس اللي انضموا لمتابعتنا وحديثنا لا زال عن فيروس كورونا والمتحور الجديد والسلالات الجديدة وماذا هناك وتضعيم أيضا طيب دكتور عمر صالح يمكن قبل الفاصل كمية الأسئلة عن التضعيم
وخاصة الحوامل والمرضعات والناس اللي بياخدوا وارفرين والعندهم مشاكل مزمنة ديل بيقولوا لك يا أخي نطعم ولا ما نطعم، والتضعيم ده فيه مشاكل ولا ما فيه مشاكل كده، ورينا حاصل شنو في التضعيم ده. هي لحتى الآن معظم التطعيمات يعني آمنة تقريبا للحوامل والمرضعات، لكن الزول بيكون عنده مرض مزمن مثلا الروماتيزم عنده كده بياخد أدوية، دي أي حالة بتفصل على حالتها على حسب حالتها. يعني في ناس الزول اللي بياخد مثلا أدوية مثبتة للمناعة ممكن يوقف مثلا، يقول لي وقف فترة معينة، وقف الدواء اللي بتاخده المزمن الأدوية المستمرة دي وقفها فترة وتعال الطعام بعد ذاك أرجع لأدويتك بعد كذا. لكن معظم التطعيمات آمنة في الحوامل في المرضعات، بس ناس الروماتيزم أي زول بياخد دواء مثبت للمناعة ده يرجع لطبيبه، في جايد لاينز أو موجهات لأي مرض على حدة، توقف الدواء المثبت للمناعة لفترة تطعم ترجع تاخده. المحاذير الوحيدة انه اذا كان انت عندك اسيا اعراض اشتباه بتاعت كورونا، يعني دي شوية كده تقيف، يا اما تمشي تفحص تشوف نفسك عندك ولا ما عندك، او تنتهي زوال الاعراض تماما، يعني اثناء ما في اعراض انت ما تطعم خالص. لكن غير كده اي زول يطعم، التطعيمات دي امنة ومجازة من كبرى الهيئات الصحية العالمية، الهيئة الفيدرالية الامريكية للاغذية والادوية، الهيئة البريطانية للاغذية والادوية، الهيئة السعودية للاغذية والادوية، فما في اي ما يمنع من التطعيم الناس تتوكل. الحديث يا محمد صالح، دكتور محمد صالح، يمكن عن واحده يعني يمكن تطعيمات عندنا الاسترازينيكا وعندنا موديرنا وعندنا جونسون اند جونسون، يعني عندنا مجموعه بتاعت تطعيمات. بيقول لك والله جونسون اند جونسون ده قالوا يعني ما فعال، بيقولوا ما فعال ومشاكله كثيره وما معتمد برا، الكلام ده رايك فيه شنو؟ طبعا في كميه من الكلام زي ده. طبعا احنا اذا سالنا عن تضارب المعلومات بخصوص التطعيمات دي اخواننا كلها، اول شيء التطعيمات الاربعه والخمسه المعروفه دي كلها مجازه ونسبه نجاحها متقاربه، يعني هي 70% اصلا ما بيصيبك المرض تقريبا، من 70 ل 80%. اذا بقيت من ال 30% اللي بيصيبك المرض حيصيبك المرض الخفيف اللي ما بيحتاج رقاد في المستشفى وعنايه مكثفه واكسجين. وكل اللقاحات دي آمنة، جونسون آمن، استرازينيكا آمن، موديرنا آمن، أي لقاح لقيته قدامك الطعام به، سينوفارم سينوفارم، كل اللقاحات دي مجازة ومتفق عليها. من في أنا صراحة يعني لو سمحت لي أعدل سؤالك ده، ليه المعلومات بتتضارب حول وباء الكورونا ده؟ ليه تضارب معلومات حتى في المواد الطبية؟ حتى الأول شيء لأنه المرض حديث جديد على البشرية، ثاني شيء لأنه الفيروسات بتغير طبيعتها كل مرة يعني ما ثابتة، ثالث شيء لأنه البشرية في عجالة من أمرها عشان تنتج أدوية وعلاجات أو لقاحات تمنع المرض أو تعالجه بعد وقوع، يعني بيكون في تسارع في خطوات البحث العلمي. أنا ما أقدر أقول الناس بتجاوزوا خطوات البحث العلمي الدقيق، لكن بيكون في تسارع كده في خطوات البحث العلمي الدقيق، يعني أسرع من اللازم. يعني في قبل كده في أدوية أجهزت إجازة طارئة، بيسموها الإجازة الطارئة للأدوية. بعد ذاك نحن نتعامل كيف؟ وبصراحة يعني السبب الأخير في الشائعات دي إنه فيها حاجات ما بتخلو من غرض، يعني السياسه والتجاره والتنافس ما بتخلو منها. ممكن انا اطلع اشاعه في دواء الشركه دي لانها ضد شركتي او ضد دولتي، كويس؟ دي في كلام ما اخلاق ولا انسان، نزل كتار جدا زي دي في الواتساب. طيب نحن نتعامل مع تعامل تضارب المعلومات دي كيف؟ استغل معلوماتك من منظمه الصحه العالميه وموقع وزاره الصحه. وفي حاجه مهمه جدا يا دكتور وليد، انا انبه لها كل الشعب السوري، استخدم عقلك ده الخلق وليك الله ده. لما زول يقول لك الغرغره بالمويه السخنه بتغلي من الكورونا تماما، بالعربي كده يعني بالمنطقه البسيط، يعني امريكا وبريطانيا والصين ما عندهم بوتجاز عشان يغلوا بالمويه يعني، ولا ما عندهم مويه، ولا يقول لك غرغر بتصل يعني بتصل البلعوم لسه قبل ما تنزل رئتينك احسن تغرغر، وكانها هي كده منتظرك لحد ما تغرغر انت. انت وصلت على غايه البلعوم الانف والفم ده، فتحت الحنجر وفتحت البلعوم زي اصبع يريدين، ما بتضمن تنزل هنا ولا هنا. انت اصلا ما توصل هنا، انت البس كمامتك، اتجنب الزحام، غسل الايادي باستمرار، الطعام، وخلي الباقي على الله. طب خلينا في الجزئيه بتاعت التطعيم دي، خلينا نثبت حاجه لكل الساده المشاهدين. زي ما انت قلت التطعيم امن ثم امن ثم امن، وده الطريقة الوحيدة اللي ممكن يكون يعني زي ما بقوله يقلل من عدد الحالات. اذا بدينا نسمع عبد القادر من مبدع. عبد القادر، الو، السلام عليكم. حبابك يا عبد القادر. عبد الباقي، عبد الباري، عبد الباقي،
عبد الباقي حبابك يا عبد الباقي، عبد القادر وعبد الباقي وعبد الباري وكلنا عبيد الله. تفضل يا عبد الباقي حبابك. سعيد بالمشاركه معك. حبابك يا عبد الباقي. اول مره اشارك وخش معي الحظ. ونحن سعيدين بك وسعيدين باهلنا في مبده. اي متابع برنامجكم طوالي والله. الموضوع شيق الليله طبعا، بتكلم عن الكورونا. نعم تفضل. وما ادراك ما الكورونا. نعم. حقيقه انا غايته ما طعمته. ليه؟ سكري وكذا لكن ما طعمته. لماذا؟ والله صراحه كذا كان في خوفة انه من الاعراض، يقول لك جاتني كذا وما جاتني كذا، وهوس بتاع انه التطعيم ما كويس شنو بدايات الاول وكذا. بس الكلام ده انت يعني بس سمعته طبعا في الواتساب وقريته في الفيسبوك صح؟ هاي بس هاي هاي وصدقته وقلت يا اخوان الكلام ده صح والله. يعني هسي بعد كلامنا ده يا عبد الباقي، بعد كلام دكتور محمد صالح كان بيتكلم عن التطعيم وانه التطعيم امن وكده ووقايه وكده، رايك شنو؟ ما غيرت رايك انك المفروض تمشي تطعم؟ والله اسي حاليا ما هو بدا في البرنامج شداني كلام، حسيت قلت اجرب الخطوه للاول يوم لو خش معي. يعني انا على اكثر الحاجه بتاع الخوف بتاع انه تطعيم الزول يمشي يطعم. يا سلام. وبعدين يا عبد الباقي التطعيم امن وفعال ومتاح، كلمه متاح دي خد تحتها خطين. في جزء من التطعيم فسد في المخازن بدون ما الناس تطعم، بدون ما الناس تطعم للاسف. الدول والمنظمات المانحه للتطعيمات دي بعد شوي اذا شافتنا غير جادين في التطعيم من حقها تحول كوت السودان لدول اخرى اكثر جديه. يعني بصراحه يعني ما انت بيجيبوا لك التطعيم بيبوظ في مخازنك ما بتطعم، خلاص يخلوك يعني احنا حنقعد نطعم بعد ما نقعد نوقع في احنا كلامنا ده كله عشان ما نصل مرحله الصين والهند ان نوقع في الشوارع بالكورونا. ليه احنا ما بنعمل اي حاجه زي ما قال دكتور وليد الا يعني ما بنخيط جلابيه العيد الا يوم الوقفه. فان احنا ما قدرنا نطعم ونعمل الا نصل مرحله الصين والهند نوقع في الشوارع حتى بعد ما نطعم الوقت ذاك، والله لا حيكون في لقاحات ولا في سرائر في العنايه المكثفه. وابشركم بانه النظام الصحي في السودان منهار او شبه منهار. السؤال قلت السؤال يا دكتور محمد صالح، هو اصلا منهار من زمان وزاد انهيارا، لكن السؤال الموقف في مراكز العزل، مراكز العزل موجوده على امتداد يعني يمكن ما كثيره هي زي ما بقولوا، لكن الموقف شنو فيها والعنايات المكثفه عشان الناس تفهم. طبعا للاسف هو لما خفت الكورونا قبل الموجه دي في بعض مراكز العزل الثانويه كانت فاتحه اغلقت. نعم. كانما الكورونا انتهت، حتى التصرف الاداري من فوق ما كان صح. يعني كان المفروض تكون فاتحه اصلا وبل تطور فيها وتجهز، لانه مدير منظمه الصحه العالميه قبل كده ادى خطاب بالواضح وانا اخذتها للمشاهدين بالواضح عبر قناه الهلال، قال لا ضمانات لاي دوله فيما يتعلق بالكورونا فول ستوب طيله الخمس سنوات القادمه. لا ضمانات لاي دوله، يعني في اي لحظه في الخمس سنه الجايه اي دوله ممكن ينفجر فيها الوضع الكارثي بتاع الكورونا زي ما حصل في الهند، 5000 وفاه في اليوم، 30000 وفاه في اليوم لمده خمس سنوات. فالحصل انه كان مراكز العزل الاوليه إن في عندنا مقياس بنسميه معدل انشغال الأسرة في مراكز العزل. يعني مثلا مركز العزل بتاع مستشفى الشعب كان فيه 12 سرير، بتلقى 3 مليانات و9 فاضيات. ده زمان هاي، بعد شوية بتحس إنه في ازدياد في انشغال الأسرة، بيجوا 6 بيجوا 9، بعد شوية بتلقى ال 12 مليانات وفي 3 في الإسعافات برا ما لاقين يحولون وين يودون وين، لما واحدين يموتوا في الإسعافات. ده الوضع الحاصل الآن يا إخواننا في مراكز العزل. مراكز العزل الان ببيان من وزاره الصحه ملأ عن اخرها، والناس بتلف بالاسعافات ما لاقي طريقه. وفي الان جهود طبعا، او قد يكون الان حصل انه اعاده افتتاح مراكز جديده يونيفرسال في الخرطوم في كده، لكن الان مليانه عن اخرها. وحتى المراكز الخاصه بمليارات برضه صعبه شديد، بتدفع 2 مليار وشيك على بياض. اي فاحسن لك تطعن الطعنه دي يا اخي، قول جاتك الجلطه حبوب السيوله بكم لو ضربت الكورونا حيجيب لك جلطه اكثر من كده. بالضبط كده، زي ما قال واحد انت في السودان لو ما جاتك جلطه في السودان تجيك جلطه باللقاح. فالناس طيب. تتوكل ان شاء الله، والتطعيم متاح لغايه الان، ما وصلنا مرحله انه زمان في اغنيه يلا يلا على التطعيم. يعني انت أيوة. شلت اولادك اللي هم فلزت اكبادك وديتهم طعمتهم للتطعيم ضد الامراض السته. نعم غالبك انك انت تمشي تطعم انت ضد الكورونا. وبالمناسبه دي نقطه جيده جدا يا دكتور، امراض الطفوله السته التطعيمات بتاعتها عندها اثار جانبيه، لكن برضه بتحصل في 1 في المليون. واول ما ظهرت فيها نفس الاشاعات دي وقالوا بتعمل في النهايه. هسه اي طفل في اي قريه في ابعد ريف بيطعم في امان الله وبيمشي، والاثار بتحصل في 1 في المليون دي
لا قاعد تحصل ولا سمعنا بها ولا اي شيء. انا طعمته الدكتور محمد صالح الطعم، اخذنا استرازينيكا التطعيمين والحمد لله، يعني لينا من بدايه الكلام ده الحمد لله في امن وامان والامور كانت كويسه. يعني هسه انا حاسال دكتور محمد صالح ثاني سؤال بتاع انه ليه ابن الطعم، حنسال السؤال ده، لكن خلينا في مجموعه بتاعت اسئله على صفحتنا على الفيسبوك الحكيم مع دكتور وليد. دكتور محمد صالح السلام عليكم، قالت انا كنت عندي اعراض زي عدم التذوق والشم وحمى وصداع والم في المفاصل لمده 5 ايام، بعد ذلك رجعت حالتي طبيعيه. الحاجه دي قبل شهر ما مشيت الدكتور، هسه الحمد لله كويس، لكن قبل يومين عندي صداع فظيع وتاني اختفى، عمري 19 سنه، ممكن امشي التطعيم ولا لا؟ ايوه طبعا عدم التذوق واسبابه كثيره من ضمنها التهاب الجيوب الانفيه، لكن في ايام الاوبئه دي بالذات ما تفسر بخير. اسمع كلام اللي ببكيك، يعتبر ان جانتك دي كورونا، وفي طريقه لفحص الاجسام المضاده في الدم بتاعت الكورونا، يعني نفحص الاميونوجلوبولينز، ان حتى السابقه دي بتوريك انها كانت كورونا ولا ما كورونا، لانه مهم جدا حتى لو جاتك وعدت مهم جدا انه تعرف جاتك زمان دي كانت كورونا ولا لا، لانه متلازمه ما بعد الكورونا قد تستمر 6 شهور، فاحتمل جدا الاعراض اللي عندك دي تكون متلازمه ما بعد الكورونا، هي من المستبعد انه كورونا تستمر شهر كده، التعافي اقصى حاجه 34 يوم. فانت لو فحصتي العين في الغالب تكون سلبيه، لكن افحصي من الدم، واما التطعيم بنحب انه زول الطعام يكون ما عنده اي اعراض. افحص الدم الاجسام المضاده في الدم الاميونوجلوبولينز الاثنين، وافحص العين ده، إذا طلعوا نيجاتيف انتظر على الصداع ده، الصداع أسبابه كثيرة طبعا، إذا ما عرفنا له أسباب لغاية ما يزول الصداع امشي الطعام، لكن بننصح أي زول عنده أعراض أثناء الأعراض ما يتطعم لغاية ما الأعراض تزول، خاصة إنه عندك أعراض اشتباه سابقة. باقي لنا 3 دقائق دكتور محمد صالح، زمان انتهى سريعا، لكن السؤال في سؤالين مهمات جدا الناس بتسألهم، في ناس بيعتقدوا إنه جاته كورونا ثاني ما بتجيه، الكلام ده صح ولا ما صح؟ طبعا ما صحيح، في ناس يعني كورونا بيجيك مره واثنين وثلاثه واربعه وممكن تجي غاتله الثالثه، دي في ناس ما فيها حالات مسجله ريبورتد كوزز انه ماتوا بالاصابه الثانيه، جاتهم الاولى واتعافوا في 2019 وجاتهم في 2021 بعد سنتين وتوفوا بها يعني. فاصلا قلت لك زي ما هنا احنا مدير منظمه الصحه العالميه خطا لنا على بياض، لا ضمانات فيما يتعلق بالكورونا لاي دوله خلال 5 سنوات القادمه. كلام واضح. طيب دكتور محمد صالح اخر سؤال وعايزك تسترسل فيه وتدي بعض الاضاءات فيه، بنطعم ليه؟ انت سي دكتور محمد صالح بن جبيل بتقول لنا مش الطعمه، نطعم ليه؟ ورينا اقنعنا. جدا الكورونا دي فيروس لئيم نسميه مراوغ. نعم. كويس، انا لما نطعم الجسم بيقوم بكون اجسام مضاده. انا قبل كده ضربت مثل انه التطعيم كأنما بيوزع نشرة بأوساف الفيروس لخلايا الجسم عشان تتعرف عليها، يعني إذا أنا عندي مجرم هارب من العدالة قسم الشرطة يقوم بيطلع صورته في الجرائد بيقول ده يا أخوانا المجرم الفلاني هارب من العدالة، صورته كده أوصافه كده وتسليحه كده، شايل سكين شايل طبنجة، إذا ظهر في دائرة اختصاص أي قسم أقبضه عليه بس بالضبط. ده تطعيم الكورونا ما بيعمل أكثر من كده، بيوزع نشرة بأوصاف الكورونا لخلايا الجسم، يا خلايا الجسم في أي وقت جاتك الكورونا ده أوصافه يتعامل معاه طواله، بتتعامل معاه بتضربه ضرب جد، الضرب ده نتيجة واحدة من اثنين، يا إما ما جاتك الكورونا خالص انتهت منها في محلها، يا إما لو جاتك الكورونا حتجيك الكورونا الخفيفة اللي بنسميها الكورونا المنزلية المرحلة الأولى، لا حتحتاج دخول مستشفى، لا حتحتاج عناية مكثفة تنفس صناعي، ده كله حتكون في الجانب الخفيف. عشان كده بنصير كثير انه الناس تطعم الليله قبل بكره، وكل ما الطعمت والتطعيم زادوا عشان تطعموا داير له فتره عشان يكون جهاز مناعه، في ناس جاتهم في ال 14 يوم، في زول الطعم ما حصل 14 يوم جاته في اليوم العاشر، فكل ما طعمت قبل يوم بتكسب قبل ما تجي الموجه دي اللي ما معروفه الان في الخرطوم هل دخل. طبعا لحد الان ما في اعلان رسمي انه ده اوميكرون ولا القديم ولا جديد، لكن حتى لو ما في معامل زاد عشان توضح لنا ده اوميكرون ولا ما في فيروسات متطوره، لكن حتى لو القديم نحن الان الحالات في ازدياد شديد جدا في الخرطوم وفي النيل الابيض وفي كردفان ما معروف ديت حاله، فقبل ما تجي الموجه دي الناس تلحق تطعم بسرعه وتطعم كبار السن، ونعمل المحاذير يا اخوان. الواحد يقول لك ابوي ده قاعد في البيت ما بيطلع من البيت، الكورونا هي اللي بتطلع بتجيو بكيس العيش بكيس القروش بالناس اللي بيسلموا عليه، فانا حافظ على كبار السن بالزيارات بالاجتماعيات بالبكيات، واكد تمام زول بك في الحله ما في زول بيقول لك زول مات بكورونا.
خالص. اي دي اكد فيها تمام يعني. فما تم شيء بيك بالتليفون، العرس بالتليفون، المباركات بالتليفون، ونعذر بعضنا البعض. اذا جات اذا جاتك اي مناسبه الزول ما جاك اعذره، ما دار يسلم اعذره. وفي الاخير هيبه الدوله دي انها تفرض على مؤسسات وعلى الشارع العام على الاقل. وللمره الثانيه بنوصي باغلاق اماكن المدارس والجامعات وكل اماكن التجمعات. نعم المسيرات والمساجد. طيب وما الى ذلك. طيب دكتور احمد صالح يا اخي والله انا شاكر، يمكن زمننا مره سريعا، انا شاكر جدا ومقدر اخونا دكتور محمد صالح مستشار الجهاز التنفسي بمستشفى الشعب التعليمي. كتر خيرك على دائما يعني حاضر، ودائما معلوماتك بسيطه ومبسطه، توصل لكل الناس المعلومه بطريقه سهله. كتر خيرك. شكرا لك، وربنا يحفظ العباد والبلاد باذن الله تعالى. امين. وانت عزيزي المشاهد، ما داري نكرر كلام دكتور محمد صالح، لكن يلا يلا على التطعيم. التطعيم حمايه لك وللحواليك. التطعيم ما ونسه، التطعيم فيه كميه من الاشاعات والشائعات ما تصدقها، ليس كل ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي حقيقه. اقتبس معلومتك من الطبيب او من الشخص اللي انت بتثق فيه، واذا كنت بتثقوا فينا احنا في برنامج الحكيم بنقول لكم يا اخواننا طعم نفسك وطعم الناس اللي حواليك، لانه التطعيم امان ليك وللحواليك وامان للبلد كلها، عشان ما يحصل انتشار بعده نبكي دما حيث لا ينفع الندم. الى ان نلتقي، وما تنسوا الكمامه في الاماكن العامه، مكان الزحمه البس كمامة إذا كنت مضطرا أن تكون في مكان فيه زحمة. كمامتك برضو حماية ليك وللحواليك. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، نتمنى من العلي القدير أن يحفظ السودان ويحفظ أهل هذا البلد الأمين داخل وخارج السودان، يحفظكم جميعا كسودانيين، ويحفظ البلد من الشرور الكثيرة الحوالينا ومنها الكورونا. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي الفريق العامل، في أمان الله.